لو الحكاية فيها إن فيتو. مامتك بتصحيك إزاي من النوم؟ اصحى حبيبي. لا لو متأخر على ميعادك أكيد بتزعلك. زي يعني اعمل لي كده بتصحيك إزاي؟ اصحى يا ابني عشان الشغل إنجز. والدتي وفي حد زي والدتي كانت بتصحيك إزاي من النوم؟ كانت بتصحيني بكل حنية. أيوة إزاي يا إزاي؟ كانت بتقول لك إيه؟ بتقول لي إيه؟ تقول لي يا واد يا خالد قوم روح شغلك. طبعا بتزعق لأمي. بتزعلك إزاي كده قلدها؟ لا لا ليه دي ما حبيبتي يا قلبي. اصحى يا ابني يا واد اصحى من النوم يا واد اتاخرت على الشغل. لا بلاش بقى عشان انت تاخد حاجه زي البحث. ايوه بتصحيك ازاي؟ لا عم قول عادي. ايوه قول عادي. ايوه بتصحيك ازاي عادي؟ عادي. قوم يا احمد هتقول لي ايه يعني؟ وانت متاخر على ميعادك يا احمد بتقول لك ايه مثلا؟ لا بقى ربنا يسهل لك بقى من بحث. امك بتصحيك ازاي من النوم؟ موجود لغايه دلوقتي الحمد لله. ربنا يبارك لك فيها. الحمد لله. زمان بقى وانت صغير لما تبقى متاخر على شغلك كانت بتصحيك ازاي؟ والله ساعات بميه ساعه. ساعات تضرب، ساعات تزق. بس يا ريت ترجع يا اما كان بتصحيني احسن ما بتصحيني الاولاد دلوقتي. الاولاد دلوقتي بتصحيني برجلها. انت بتعمل ايه لما بتصحيك برجلها؟ جري على الحمام جري وامشي على طول. ايه ده ما فيش اي لا لا كانوا كنا امي كنت بزعق لها انت بتصحيني كده ليه؟ لكن دلوقتي ما اقدرش اقول للمدام كده. ليه؟ لا ليه؟ ايديهم طويله يا عم الحاج واحنا ناس غلابه. انت متجوز بقالك قد ايه؟ 25 سنه. وبقالك قد ايه عايش في تسحب الرجل يعني؟ من بعد لا 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 من بعد من بعد 3 سنين الاولين كان بالايد وبالهزار وبالنفخ دلوقتي ما فيش دلوقتي. دلوقتي بالرجل. دلوقتي كله بالرجل دلوقتي. كان الاول صحيت بالراحه وابتسام دلوقتي ما فيش حاجات دي دلوقتي. شيلي البطانيه من عليا وصحيني وشجريني لحد الحمام. اصحى يا ابني. وتاني بس ما تقولكش حاجه لو متاخر على ميعادك بتصحيك ازاي؟ قوم يا ابني روح الشغل ربنا يهديك.